بريليشن شيبس كل نهار جمعة بنعطي بعض النصايح للأزواج، بعض النصايح لحتى يمكن تضل علاقاتهم أفضل وأفضل حتى مع مرور الزمن. أنا اليوم بدي أهدي هالفقرة بالذات لتاتيانا معماري بروديوسر معنا، واللي هي اليوم on duty، اللي رح تتزوج بعد تقريباً 10 أيام، وإلا إن شاء الله بتتهني أكيد. مع اليوم بالستوديو كلودين ناصر، أهلا وسهلا فيك كلودين. حضرتك مع زوجك كمان جهاد بأخوة قاناي اللي هي ضمن جماعة شمانوف، فهل أخوة أو هل هيك المجموعة بشمانوف هي مجموعة بتهتم أكثر بالأزواج؟ بدي أول شيء تعطيني هيك لمحة سريعة عن كيف بيتم العمل مع الأزواج، شو هي أخوة قانا تحديدا؟ أخوة قانا هي مجموعة أشخاص ملتزمين بالشمانوف وقرروا أنه يعملوا إذا بدك رسالة بقلب الكنيسة للأزواج وللعيال. نعم. وحتى قيم بنشتغل مع الخطة. بنقدم لهم دورة بتنعمل مرة بالسنة، مرة بالعمر كمان، وهالدورة بتخليهم هيك يرجعوا يوعى على كتير نقاط بزواجهم كانوا نسيوا، الروتين أخذت المحل، نرجع نعطيهم وقت يرجعوا يقعدوا سوا ويحكوا بكتير أمور. ومن بعد ما تنعرض هيدي الدورة عليهم نرجع منتبعهم خلال سنة، من خلال لقاءات شهرية، من خلال ويك أندات، من خلال كمان جمعة تانية تنشئة، تنضلنا نشتغل مع الكوبليت تنوعيهم أكتر، تنعطيهم إذا بدك نقاط أكتر يقدروا يتوقعوا عليها بحياتهم الزوجية، وبعض النصايح يمكن يلي بتكون كتير عملية ببعض الأحيان وما مننتبه لها ومنتغاضى عنها أوقات. طبعا ممكن يرجعوا يحضروا أي دورة بدهم إياها معكم أو يضلوا تابعوا نشاطاتكم على طول، أو كيف دورة قانا بتنعمل مرة بالعمر؟ نعم، بس الويك أنديت الجمعة اللي بنرجع نعرضها مرة تانية خلال السنة فيهم يعملون يعني قد ما بيقدروا يعملوها. اليوم عم نحكي عن الأزواج اللي مزوجين اللي مرق شوية وقت لزواجهم وبيحسوا أوقات ببعض البعد، أو يمكن يحسوا بكل بساطة أنه راح الحب، أنه انتهى هالحب، صار في علاقة مثل كأنه صارت علاقة عمل، يعني علاقة عمل يهتموا بالولاد يهتموا بالبيت وإلى ما هنالك. هل ممكن ترجع تزبط؟ عطول أكيد أكيد في مجال ترجع تزبط العلاقة إذا في إرادة لنزبط العلاقة، هذا شغلة كتير أساسية. صحيح نحن قلنا نعم نهار اللي تزوجنا مع شريكنا، بس هالنعم بزواجنا لازم نرجع نقولها كل يوم مع بكرة. طب كيف؟ كل يوم مع بكرة كيف؟ برجع بحكي عن هالإرادة إنه ضلني زبط بهيدا الزواج. نعم. لأنه ما في أحلم هيك برومانسية وقول إنه طالما الحب موجود كل شيء بألف خير، لا، علاقة الزواج بدها مجهود، بدها إفار شخصي من قبل الطرفين، وإلا منكون عم نعيش فيلم سينما ومنعرف إنه هيدا مش الحقيقة. وإلا مزبوط يعني ممكن الحب بعد كم سنة يخف وياخد محله أكيد طبعا الاحترام أكيد. والمشاركة وإلى آخره. بس نحن يعني اليوم عم نشدد على الحب بالتحديد، وعندك اليوم هيك بعض نصايح، لأن كتير إلي 5 أو 6 نصايح ممكن يخلوا هالأزواج يرجعوا يعيشوا أو يرجعوا ينموا شوي هالعلاقة هالحب يلي كان. يعني مثل ما كنت عم بقول لازم عن جد نقول نعم كل يوم لبعضنا البعض، لازم نعمل مجهود بقلب هالزواج تنكفي، ما لازم نعيش هالرومانسية وهالحلم انه خلص في حب كل شيء بألف خير، لانه بأول طريق الزواج كل شيء بيكون حلو، كل شيء بيكون ظابط، كل شيء بيكون يعني بكون عم نكتشف بعض، بعد ما بيكون في ضغط الحياة، بعد ما بتكون تغيرت الأولويات بحياتنا، بعد ما بيكونوا اجوا الأولاد. يعني رح أعطيك مثل، بأول الطريق أول 6 أشهر لما بنتجوز مثلا بدق التليفون، حبيبتي تليفونك عم بدق، يمكن هيدي رانيا عم بتدق لك. من بعد 6 سنين زواج مثلا شو مثلا بيقول؟ يمكن تليفون هيدي إذا قال، هيدي إذا أو قال إذا ما وقف التليفون ما يسمع سايلنت مثلا، إنه يمكن بفوت من البيت، يمكن عم بحكي عن الزوج يمكن لأني امرأة، بس حتى كمان المرأة عندها كمان زيت الطريقة بالتصرف، بفوت تعبين، شو الغدا شو محضرتين اليوم؟ هيدا من بعد 6 أشهر زواج، من بعد 6 سنين بفوت يمكن بكب أغراضه بدوي التلفزيون، بيقعد على التلفزيون بقول هاي، أو في أكل على الطاولة إذا بتحب تاكل إيه مثلا، عرفتي كيف؟ مع تعصيب شوي لأنه بيكون ضايق خلقه من
اكيد من الاولاد ومن التدريس ومن كل هالامور، هيدي الاشياء كثير طبيعيه. نعم. كثير طبيعيه، بس المهم نوعها وناخذ هالقرار الصارم انه انا بدي اشتغل على زواجي، لانه صحيح تزوجنا لانه منحب بعض، بس كمان لازم نوعى انه تزوجنا كمان كرمال نضلنا نحب بعض. وهالكرمال عندها اذا بدك مسؤوليات كثير كبيره بقلب الزواج، هي انه اطلع من هالزون دو كونفور تبعي واشتغل على حالي، روح لعند التاني، روح لعند التاني، اظهر من الانانيه تبعيتي، من الايجو تبعي، من هالراحه اللي انا فيها تاشتغل بهيدا الزواج. قد ايه مهم هون التواصل او الحديث؟ يعني اكيد شخص لحاله ايد لحاله هون ما بتزقف، وطبعا لازم الاثنين يكونوا متعاونين مثل ما تفضلتي وقلتي، اذا في اراده. مزبوط. الاراده موجوده واثنين عبالهم يرجعوا يزبطوا الوضع، كيف لازم نتصرف؟ قد ايه هون التواصل والحديث مهم؟ الحوار كثير مهم بقلب الزواج، اذا ما في حوار هيدي العلاقة من بعد ست سنين مثل ما كنت عم بتقول بدها تصير هيك مختصرة على كم كلمة عم نكبهم لبعض. الحوار كتير مهم، ضغوطات الحياة، الأولويات، الواجبات، الولاد، اهتمامات الولاد بياخدوا كتير طاقة منا وكتير وقت منا. إذا ما وقفنا بمحل وقلنا بدي أعطي وقت لزوجي، بدي أعطي وقت لزوجتي، بدي نظهر ظهرة بس نحن اثنين نحكي مع بعض، كل قد ايه لازم نعمل فينا هذا الشيء، نتفق مع بعض، فينا ناخذ موعد مثلا مره بالجمعه مره بالشهر حسب الريتم تبعنا. بصير مثل موعد غرام. مزبوط، حلو هيك نرجع ديت مزبوط، نرجع نتذكر كيف كلنا باول الطريق ناخذ موعد ونكون ناطرين هالموعد بشوق. مش غلط اذا نحن ومجوزين رجعنا عشنا هيدا الشيء، هيدا كله هيك بيرجع بينغنش الحياه الزوجيه، ونحضر تياب ونظبط شعراتنا نظهر، نقضي ويك اند يمكن برا نحن لوحدنا، حتى من دون الاولاد، لازم من دون الاولاد، لازم يكون في وقت من دون الاولاد للزوجين يقدروا يتحاوروا بالقصص الكبيره وبالقصص الصغيره، بالاشياء اللي عم نقطع فيها، بالمشاكل، بالاهتمامات. كثير مهم الحوار، واللي اهم من الحوار الاصغاء، نصغي لبعض، لأنه كتير أيام بنحكي 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 بس ما بنسمع. كتير مهم نسمع لبعض. حلو. بالزواج أوقات كمان يعني لما بمرق 5 و10 سنين نمرق ببعض المطبات، نمرق ببعض التجارب، يمكن ببعض الأحيان أو يمكن نمرق بطريقة تصرف مش كتير منيحة مع الآخر، قلة احترام. مزبوط. بعض العدائية أو غيرهم. هل الأشياء هيدي بتترك أثر؟ كيف بدنا نعمل لحتى نتخطيها؟ نوصل لثالث نقطة اللي هي كتير أساسية بالزواج، واللي هي المسامحة. زواج بلا مسامحة منه زواج، حياة زوجية بلا مشاكل منها حياة زوجية. اللي بقلك إنه كلها غرام وعسل مش مزبوط، بيكون عم بيعيش شيء مش طبيعي. المشاكل طبيعية، بس اللي منه طبيعي إنه تدوم المشاكل. مشان هيك في هالتالت إذا بدك نقطة كتير منيحة، نصيحة كتير مهمة بقلب الزواج، هي المسامحة، إنه نقدر نسامح لبعض. والمسامحة منا انه يلا اي سافا سامحتك، اما سوري هيك بكبها. المسامحة هي مثل الحب، شيء يومي بدي اعمله، مثل النعم اللي قلتها انا بدي سامح كل يوم. هي انه عن جد قول للتاني انه حتى لو جرحتني، حتى لو وجعتني، حتى لو ما فهمتني، انا بدي ضلني حبك رغم كل شيء، وما بدي خلي هالشيء اللي صار اللي اذاني يحبس اما يحدد حبنا لبعض. هيدا المسامحه. بس في كثير ناس بحسوا انه اذا الشخص عمل هيك هيدا دليل ضعف. اكيد. هل هو دليل ضعف؟ ابدا ابدا، لانه هيك تربينا، ما تقول سوري، ما تقول باردون، انت رجال، ما تكسري حالك. اذا هيك تعطينا بالزواج بهالانانيه ما فينا نبني علاقه، بده يضلوا كل واحد عايش بمحل ببول معينه وما رح يطلع منه. وياما في ازواج، في يعني كوبليت راحت للطلاق لانه ما قدروا يوصلوا يقولوا باردون لبعض. اكيد. كلودين، عنا وقت ضيق وعنا بعد يمكن نصيحتين او ثلاثه، شو هن؟ هي رابع نصيحة اللي بدي أتوقف عنها، هي أنه عن جد تفهم اختلاف الآخر عني. هو رجال وأنا مرة، بتكويننا مختلفين عن بعض، هو بفكر بطريقة وأنا بفكر بغير طريقة. كوني مرة وكوني رجال غير الكاركتير، هيدا كقصة تكوين. كتير مهم بالكوبل نتفهم هيدا الشيء، انه في وقف بذات الموقف، بذات الوضع، يكون عندي غير تصرف، غير
تفكير غير احساس، ونكون اثنيناتنا معنا حق، بس هو كرجال بفكر بهالطريقه وانا كمراه بفكر بهالطريقه. وهيدي الاشياء يعني من مجرد ما نكون واعيين عليها يمكن بيصير سهل انه نطبقها. ما بقعد فوت بمشكله هون انه ليه حكيت هيك وليه فكرت هيك وليه عملت هيك، لانه بصير بتفهم انه هو كرجال بتصرف بهالطريقه. وبعد في نقطة خامسة والشغلة كمان أساسية، أنه أنا لما بفوت على زواجي على بيتي بحمل تاريخي كله معي، طفولتي، بحمل تربيتي، بحمل ثقافتي، بحمل الماضي تبعي. ما في مسح إجري وفوت على بيت الزوجة وإنساهن كلهم، هدول بحملهم كلهم معي وزوجي بيحملهم كلهم معه. علينا نتقبلهم ونتفهمهم ونتحاور فيهم تنقدر نتخطيهم بطريقة من الطرق. وآخر نقطة وهي الأهم واللي رح أختم فيها هي الصلاة. يعني إذا ما فوتنا الله على حياتنا، على قلب زواجنا، على قلب مشاكلنا، أحزاننا وأفراحنا، كل هالأشياء ما رح أقدر أعملها. No way أقدر أعملها، ما بقدر بقوتي أقدر أعمل كل هدول النقاط اللي حكينا هلأ عنهم. بس لما يفوت الله على حياتنا الزوجية بنقدر نعمل العجائب. كلودين ناصر، بدي أشكر وجودك معنا حضرتك من جامعة شمانف وأخوة كانا يلي بتشتغلوا فيها على الأزواج. طبعا لكل اللي بحبوا تواصلوا معكم رقمك بيقدروا ياخذوا تحت الهواء، نقاط كثيرة ضويتي لنا عليها، بشكر وجودك معنا. مرسي لك. رح ناخذ وقفة قصيرة ومن بعدها بنكون مع Eat Smart.